مع الأسف أنه كثير من القيادات الشيعية ربوا الشيعة، ربونا على شنو؟ على الانهزام والخنوع والانكسار، إلى حد أنه أنا قبل سنوات علقت على هذا المقطع إذا تذكروا، أنه مسكين واحد أحسائي يمكن اللي في تاكسي ركب ويا واحد من ذولا وهابية ما أدري كذا، فشاف معلق على أساس صورة رمزية لأمير المؤمنين عليه السلام، قال له شنو هالصورة وشنو كذا، قال أرحم والديك ما أدري شنو كذا، والله شيله ما شنو، أهانه وأذله على ماذا؟ وقف السيارة وسدحها الشكل برا، دوس ببطنه وقل له تاج راسك هذا أمير المؤمنين عليه السلام، أنا ما أعتقد بالصورة أنها بالعين أمير المؤمنين، شيء رمزي يذكرني بأمير المؤمنين، شو المشكلة؟ أنت يعجبك ما يعجبك، ما يعجبك ولي، خليه ولي، شوفه بعدين شلون يرجف، وقفه بنص الشارع خلي مشي، يقضي باقي الطريق مشيا على الأقدام وسط الحر. الشيعة الأوائل رافض واحد القافلة كلها يسبهم ويلعنهم. اي نعم. نعم ما يحجون، يخافون منه، لأنه كان الشيعة الأوائل زلم بصراحة. هسه يعني من دون إهانة للجميع إن شاء الله، بس يعني ظاهرة أشباه الرجال التي آلمت قلب أمير المؤمنين عليه السلام تكررت مع الأسف، يعني تكررت كثيرا.